يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. والنهاردة جولتنا طبعا الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي. مواجهة مش سهلة أبدا، مواجهة تكون صعبة. بيترو أتلتيكو هو يعني بطل السوبر الإفريقي، الحقيقة أنه هو من أقوى الفرق الإفريقية سواء كان في بطولة السوبر أو كمان في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية تحديدا النسخة 39. الحقيقة بالنسبة له بطولة بدون هزيمة. بيترو الحقيقة من أقوى الفرق الإفريقية سواء على المستوى الفني أو كمان المستوى البدني. إن شاء الله طبعا يعني سيدات يد الأهلي قدها وقدود زي ما احنا شفنا خلال الفترات اللي فاتت، يعني ما كانش فيه أي إخفاقات باستثناء مباراة واحدة فقط أمام بريميرو دي أوجوستو. ولكن الحقيقة هي النهاردة يعني مباراة صعبة جدا بكل المقاييس، وده اللي احنا هنتكلم فيه أكيد على مدار هذا الاستوديو قبل طبعا ما تبدأ المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا. الحقيقة يعني هتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل. هي يعني مباراة فيها ندية كبيرة جدا أكيد طبعا، يعني المدير الفني لسيدات يد الأهلي محمد عادل زولة أعد ليها بشكل قوي جدا، خاصة أنه يعني يمكن الغريم التقليدي لبيترو أتلتيكو هو بريميرو دي أوجوستو، ويمكن هم أقرب فرقتين لبعض على المستوى الفني، وده طبعا أكيد اللي هو حضر له خاصة بعد الخسارة من بريميرو دي أوجوستو. الحقيقة أن النهاردة مباراة هامة جدا بكل المقاييس، أكيد طبعا يعني هنشوف مباراة قوية في أرض الملعب، كل فريق أكيد حضر ليها بشكل كبير جدا، وده أكيد اللي احنا هنشوفه على أرض الملعب خلاص يعني خلال أقل من نصف ساعة بتفصلنا عن بدء هذه المباراة. الحقيقة خلينا قبل ما نروح لتفاصيل هذه المباراة، امبارح كان في حدث هام جدا يعني على هامش بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. طبعا يعني يمكن كان من تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الحقيقة أنه هو كرم امبارح طبعا برئاسة دكتور منصور أريمو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي أكيد لإنجازاته الكبيرة في تطوير كرة اليد الإفريقية أو العربية وكمان العالمية. طبعا بصمات واضحة وكبيرة لدكتور حسن مصطفى في النهضة الدولية للعبة الشعبية التانية اللي أصبحت طبعا بتحتل مكانة رفيعة جدا، ويعني مكانة رفيعة المستوى في العالم أجمع. طبعا من جانبه أشاد دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بتكريم الاتحاد الإفريقي، وأكد أنه يعني طبعا تكريم مستحق نظرا للدور الكبير الذي يقوم به لخدمة اللعبة وتطويرها بشكل مذهل. طبعا زي ما احنا شايفين الأيام اللي فاتت يمكن التطوير ده جعل عشاق كرة اليد بالملايين في كل أنحاء العالم، وكمان يمكن بنى نهضة كبيرة ومصرية على وجه الخصوص وأسسها بصفته يعني طبعا ابن من أبناء الوطن قبل أن يكون رئيس الاتحاد الدولي. يمكن دكتور حسن مصطفى دعم كل الدول في العالم بمنتهى الحيادية، والحقيقة أن احنا بنشوفه دايما لا يتوانى في حل أي مشكلة أو إزالة أي عقبة يعني بتقف في طريق كرة اليد في دولة من دول العالم. يمكن ده تاريخ طويل جدا لدكتور حسن مصطفى، شفناه على مدار السنوات اللي فاتت يمكن هو متولي المسؤولية منذ عام 2000، يعني أكيد 23 سنة ليست بالسنين القليلة ليه بالنسبة له. والحقيقة أن امبارح عقب تكريم دكتور حسن يمكن كل القاعة، الحقيقة أن أنا كنت متواجدة هناك في هذا التكريم، كان ليا الشرف أن أنا أكون متواجدة هناك، كل القاعة الحقيقة يعني يمكن قامت وسقفت بحفاوة كبيرة جدا للدكتور حسن، طبعا نظرا للمجهود الكبير اللي هو أكيد يعني بيبذله خلال الفترات الماضية سواء يعني على المستوى الإفريقي والمستوى المحلي وأيضا المستوى العالمي. يمكن عايزين نستعرض أكتر مع حضراتكم مجموعات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، طبعا في نسختها رقم 39. يمكن المجموعة الأولى بيترو أتلتيكو الأنجولي ودي جي أس بي الكونغولي، كمان مكنين التونسي وسبورتينج المصري وفانز الكاميروني. المجموعة الثانية بتضم طبعا بريميرو دي أوجوستو الأنجولي وهابيتات الإيفواري وكمان النادي الأهلي وأوتوهو الكونغولي وأيضا النواصر المغربي. لو هنتكلم بقى أكتر عن مشوار الصعود لنصف النهائي، يمكن الأهلي احتل وصفة المجموعة الثانية فيما تصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي بمجموعة الأولى بدور المجموعات.
مشوار الاهلي الحقيقه زي ما احنا تابعنا الفتره اللي فاتت في دور المجموعات، خلينا نستعرضه مع حضراتكم. الاهلي امام اوتو الكونغولي، دي كانت ضربه البدايه طبعا، وزي ما احنا تابعنا كمان في الاستوديو التحليلي في ضربه البدايه كان تحديدا يعني يوم 9 من مايو الجاري. الحقيقه كان الاهلي امام اوتو الكونغولي وقدر ان هو يفوز بهذه المباراه نتيجه 30، واوتو الكونغولي كان 26. ايضا هابيتات الايفواري الاهلي قدر ان هو يفوز عليه بنتيجه 39-15. ويمكن زي ما احنا اتكلمنا في بداية الحلقة، الحقيقة انه الاهلي ما اخفقش في اي مباراة سواء مباراة بريميرو دي اوجوستو، الحقيقة انه هو خسر امامها بنتيجة 30-38، والحقيقة ان قدر انه هو يفوز طبعا على النواصر المغربي بنتيجة كبيرة جدا 42-12 للنواصر. وايضا يمكن كان في يعني قبل ما يتأهل السيمي فاينل في ربع النهائي فاز الأهلي بنتيجة 31-22 أمام مكنين التونسي، والحقيقة من خلال هذه المباراة قدر أنه هو يتأهل للسيمي فاينل النهاردة طبعا أمام بيترو أتلتيكو. كمان مشوار بيترو أتلتيكو الأنجولي في دور المجموعات يمكن طبعا كان أمام سبورتينج السكندري، الحقيقة أن بيترو أتلتيكو الأنجولي قدر أنه هو يفوز بنتيجة 26-30. يمكن ده كان مشوار الأهلي معانا، مشوار يمكن زي ما احنا اتكلمنا في البداية مشوار بيترو أتلتيكو الحقيقة ان هو يعني مشوار بلا خسارة في اي مباراة. كان بيترو أتلتيكو امام مكنين التونسي بنتيجة 26-20، كمان قدر ان هو يفوز امام مكنين التونسي او فانز الكاميروني بنتيجة 42، وكمان يمكن امام هابيتات الايفواري قدر ان هو يفوز بنتيجه 30-26، ويعني يمكن زي ما احنا شايفين ان هو موسم بلا خساره بالنسبه لبيترو أتلتيكو. طبعا زي ما احنا عارفين علشان يعني خلاص اقل من نصف ساعه بتفصلنا عن بدء المباراه، زي ما احنا متعودين دايما هتنضم لنا دلوقتي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منها كل التفاصيل اكتر ما قبل طبعا يعني بدء هذه المباراه الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله نقدر نفوز ونتاهل الفاينل. هنا برحب بيكي طبعا في البدايه، الحقيقه النهارده مباراه هامه جدا، مباراه صعبه جدا امام بيترو أتلتيكو. زي ما انا شايفه من خلفك عمليات الاحماء بدات خلاص يمكن اقل من تلت ساعه بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، يعني يمكن عايزين نعرف منك الاجواء كلها. برحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه مريم سميح وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما انت قلتي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد صاله الامير عبد الله الفيصل، هنقول لكم بقى كل الامور المتعلقه بمباراه اليوم وسامي فاينل طبعا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بين سيدات كره اليد بنادي الاهلي وفريق بيترو أتلتيكو الانجولي. يعني خليني اقول لك ان الاجواء داخل النادي الحقيقه مميزه جدا، في حاله من الحماس كبيره جدا طبعا من الفريقين متواجدين في النادي منذ اكثر من ساعه، وطبعا زي ما انت شايفه بيقوموا بعمليات الاحماء في الباك جراوند، زي ما بقول في حاله من الحماس واضح كمان على اللاعبات التركيز سواء طبعا من الاهلي او من بيترو أتلتيكو. اكيد طبعا احنا على موعد مع مباراه مش هتكون سهله خالص، بيترو أتلتيكو هو بطل السوبر الافريقي، لكن برضو عندنا طبعا ثقه كبيره جدا في سيدات النادي الاهلي، وان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراه اليوم. خليني طبعا كمان بقى افكر مشاهدينا بمشوار النادي الاهلي في البطوله. النادي الاهلي قدر في دور المجموعات يفوز في جميع المباريات الا مباراه واحده، يعني طبعا النادي الاهلي بيقع في المجموعه الثانيه، قدر يفوز على فريق طبعا زي ما احنا عارفين هابيتات الايفواري، فريق اوتوهو الكونغولي وفريق النواصر المغربي، وخسر بس من فريق بريميرو دي اجوستو. وطبعا كانوا عملوا ايضا في هذه المباراه مباراه كبيره عشان بقى يضربوا موعد مع مكنين التونسي في ربع النهائي، وطبعا يقدروا يتخطى عقبته ويفوزوا عليه بنتيجه 31-22. اما عن بقى بيترو أتلتيكو فالحقيقة أنه هو ماشي برضو بخطة ثابتة جدا في البطولة، هو في المجموعة الثانية طبعا مع دي جي اس بي الكونغولي، مكنين التونسي، سبورتينج المصري، وفانز الكاميروني، وواجه بقى في ربع النهائي فريق هابيتات الإفواري، وقدر يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 33-21 عشان بقى يضرب مع
موعد مع الاهلي في سيمي فاينل البطوله. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي النهارده. كمان بقى خليني اقول لك يا مريم ان السيمي فاينل الثاني هيكون الساعه 6:30 هنا برضو على صاله الامير عبد الله الفيصل، هيكون بين فريق اوتوهو الكونغولي وبريميرو دي اجوستو. ايضا دي هتكون مباراه قويه جدا. خليني اقول لك ان سيدات كره اليد مستعدين بشكل كبير جدا للمباراه. طبعا زي ما احنا عارفين انه مش بيكون في وقت كبير بين المباريات منذ بدايه البطوله، لكن هم كانوا استعدوا بشكل قوي جدا للبطوله، ويمكن ده كمان الحقيقه اتعكس في الملعب من كل اللاعبات، شايفينهم ماشيين بخطه ثابته جدا في البطوله. ان شاء الله بقى تكمل على خير ويفوزوا في المباراه النهارده. نكون معاك يا مريم بلقاءاتنا الحصريه عقب انتهاء المباراه. يعني دي كانت ابرز اجواءنا وكمان الامور المتعلقه بالمباريات النهارده، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. شكرا طبعا للزميله العزيزه هنا ابو القاسم، كانت معانا من صاله الامير عبد الله الفيصل من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وعمليات الاحماء طبعا يعني بدات لبدء المباراه في تمام الساعه 1:30. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع لكم طبعا مع ضيوفنا الاعزاء عشان نناقش كل الامور الفنيه طبعا الخاصه بهذه المباراه. طبعا النادي الاهلي امام بيترو اتلتيكو الانجولي في سيمي فاينل النسخه 39 من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. رجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي طبعا بينضم لنا نجومنا الاعزاء في الاستوديو التحليلي كابتن سلوى محمود نجمه نجوم النادي الاهلي السابقه اللي هي كره اليد، نورانا ومشرفانا. اهلا وسهلا بك يا مريم. وطبعا يعني نجمتنا العزيزه كابتن مي هشام نجمه نجوم النادي الاهلي كره اليد السابقه، منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك يا مريم. خلينا نروح لك سريعا كابتن سلوى، يمكن خلاص يعني 10 دقائق بتفصلنا عن بدء المباراه. الاهلي امام بيترو اتلتيكو في السيمي فاينل، مباراه صعبه جدا، شفنا بيترو مشواره بلا هزيمه، قدر ان هو يتغلب على كل الفرق، بطل السوبر الافريقي. شايفه المباراه النهارده ازاي؟ هنتكلم طبعا بوضوح، المباراه النهارده صعبه، بس احنا برضو مشينا خطوات كويسه جدا 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 في البطوله، عملنا فرق جامد عن البطولات اللي فاتت. احنا قدرنا نوصل لربع نهائي، وده ما حصلش من حوالي 30 سنه، من سنه 93. فاحنا يعتبر عملنا الانجاز بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، بس ان شاء الله خير النهارده، وان شاء الله نشوف ماتش كويس، وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن مي، يعني يمكن بيترو وبريميرو دايما بنقول عليهم اهلي وزمالك كره اليد الافريقيه. شفنا مواجهات ما بينهم حتى في فاينل السوبر، قدر بيترو ان هو يتغلب على بريميرو. النهارده اكيد مواجهه مش سهله ابدا، سواء على المستوى الفني، وكمان مستواهم البدني يعني قوي جدا وصعب جدا بالنسبه لطبعا نجمات يد الاهلي. ما فيش حاجة يعني، أنا أختلف ممكن مع كابتن سلوى، لأنه إحنا عندنا دوافع كتير تخلينا في أفضلية. يعني مش عايزة أقول إنها حاجة بعيد، لا مش بعيد خالص، لا وارد في فرق بتبقى ورقة وقلم، بتبقى مش هي يعني اللي ممكن تكسب أو ليها الأفضلية في المكسب، ولكن ممكن نعملها، مش بعيد لو احنا فايقين وعايزين نعملها، وعندنا الملعب بتاعنا والجمهور والصاله، لا عندنا افضليات كتير. الفرقه زي ما كابتن سالو قالت اجتزنا خطوات كبيره، وبدانا ان احنا نشتغل عليها، لا الدنيا هتبقى في حته تانية باذن الله. طيب خلينا يعني يمكن نستعرض القايمه قبل بدء المباراه من ارض الملعب، يمكن دي الفاينل سكور معانا. طبعا هنستعرض بيترو اتلتيكو، لعيبه رقم 1 اوليفيرا، رقم 2 فيلما، 3 مادالينا، كمان رقم 6 باتريسيا، رقم 8 جوانا، رقم 9 كريستينا، رقم 10 فيلما دا سيلفا، رقم 11 ماريليا، رقم 12 سيماو، رقم 13 استيفانيا، رقم 14 تاياني، رقم 16 تريسا، رقم 23 جويلما، رقم 31 كانديدا، ورقم 92 ايزابيل، واخيرا رقم 95 بيمتا. يعني كابتن سلوى لنستعرض معاكي قائمة النادي الأهلي. بالنسبة لقائمة النادي الأهلي، ماتيا رقم 3، أمينة هشام 4، ناتاشا رقم 5، نصر عيد رقم 10، منة الله سيد 12، السنغالية كمارة 15، غادة حسام رقم 16، سارة حسام الخولي 19، رانا راضي 20، تؤى كامل 22، ليلى هيثم 23، ملك أحمد أوكا
25، أمينة عاطف 33، فرح حازم 40، شهد الشواربي 44، روان سعيد رقم 70. تمام كابتن سلوى، لو نتكلم ممكن كابتن محمد عادل زولا يبدأ مباراة النهاردة ازاي؟ بالنسبة طبعا هتبقى وجهة نظره فنية، أكيد درس طبعا واتفرج والبنات اتفرجت كتير على الفريق الأنجولي. المباراة لازم هيبتديها بتكنيك عالي جدا، ولازم ينزل بكل قوته من الأول. مش هينفع زي الماتشات التانية إن هو ممكن في البداية بيجس النبض، أو لازم ننزل بكل قوتنا من الأول بحيث إن شاء الله نبدأ بداية جامدة معاهم، فنبتدي يبقى الماتش في الملعب معانا. كابتن مي، بتتفقي مع كابتن سلوى؟ شايفه انه لازم ما يبقاش النهارده جس نبض، لازم يكون هو يعني معتمد على عناصر اساسيه، هيبقى بالنسبه له التشكيل امثل اللي اشتغل بيه خلال المباريات اللي فاتت، ولا النهارده هيعتمد على تشكيل ممكن يفاجئنا؟ النهارده مباراه صعبه جدا واكيد ليها حسابات اخرى، فممكن ان هو يعمل حساب ده. حتى لو في حسابات اخرى ممكن تبقى في لعيبه او في اتنين، وفق مثلا لو في حد تعبان، لو في تغييره معينه ممكن يعمل القصه دي، ولكن اكيد اللي فايق معايا وداخل في مود البطوله وعمال يعلى مع الماتشات، لا اكيد ده اللي انا هبدا بيه، وحسب طبعا الخطه وحسب ما هو هيدافع ازاي وهيهاجم ازاي، اكيد ده هتبقى الحسابات يعني. مش هيجازف باي تفصيله. طيب احنا دلوقتي يعني يمكن خلاص أقل من 5 دقائق بتفصلنا عن بدء مباراة النادي الأهلي أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في سيمي فاينل النسخة 39 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. مباراة هامة جدا، مباراة صعبة جدا بكل المقاييس، يعني نتمنى طبعا لنجمات نادي الأهلي كل التوفيق في هذه المباراة، زي ما احنا شفناهم بيأدوا أداء كبير جدا ومميز جدا خلال الفترات اللي فاتت أو منذ بدء هذه البطولة. الحقيقة النهاردة أكيد مستنيين منهم الكثير من خلال هذه المباراة. طبعا يعني دلوقتي بننتقل لأرض الملعب ومعلقنا العزيز كابتن إيهاب رجب، اتفضل يا كابتن الكلمة ليك.